قرايب، شايف مين اللي جايين هناك دول يا معلم؟ قال يا عدير يكفيكوا شر الجايين. اهدى، مش معقول، ايه النور ده كله؟ هو الفيل لما يسعد يجيله قمرين في نهار واحد؟ يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اهلا اهلا، اتفضل يا بنت، اتفضل. فين ضيع يا معلم؟ ضيع؟ ضيع مين؟ جوزي راح فين يا معلم؟ طب وراش حراك؟ هو انا اجوزكم واقف احرس رجالكم؟ شوف انت بقى طفشتيه من ايديك ازاي؟ يا معلم اخلاص ولدت. والله انت ما قلتوش ليه؟ كنا حضرنا الشربات والبوغات. محتاجه جوزي عشان نقيد المولود باسمه. قلنا محدش هيدلنا عليه الا انت. وحياه النعمه، ان شاء الله ادفعها دردن. عيني ما وقعت عليه من يوم دخلت. ده حتى عليه كان باحساب. ما قالكيش عليه يا شباب. طب فين ورقه جوازي؟ بقول ايه؟ ما تيجي نلحق الظهر يا معلم. فين ورقه جواز اخلاص يا ميت؟ خدها جوزها عشان يوصلها لها، مش كده ولا ايه يا معلم؟ تمام، ده حتى عليه بقيت حساب للمتر ما دفعوش. ما قالكيش عليه يا شباب. وتديهوله ازاي وانا ما قلتلك عني؟ سبحان الله طبعك، ايه الفرق بين الست وجوزها؟ يعني ايه؟ العقدين معضيه؟ ايوه معضيه. يا مصيبتي، هو اللي يثبت دلوقتي انه اتجوزني؟ استني يا اختي ما نشوف اخرتهم ايه؟ طب ضيع وما شفتوش، والعقد واديته نسختين، صح؟ اكبر صح. فين بقى الشهود؟ فتشيني انا ما اعرفش، دي فاضيه ودي فيها العصايه. ليه جوزتهم من غير شهود؟ لا، العريس والعروسه كانوا مستعجلين، دورنا على شهود لقينا اتنين جايين خدناهم، كل واحد طمع لها في ورقه ب 20 جنيه، وما حسبتش العريس عليهم. وحياتك لما تقابليه تبقي تكلمي في الحكايه يا شباب. والشهود دول اساميهم ايه؟ ما اعرفش. علوينهم ايه؟ ما اعرفش. ازاي انتوا مش بتكتبوا اساميهم وعلوينهم وليه مربى طريقهم؟ ايوه، ما انا كاتبهم على العقد. معاك نمر التسجيل العقد في الشهر العقاري؟ نعم. ايه مش سامع ولا نقول كمان؟ لا اسمعي انت وهي، انا مش عايز ساحر، ده مكانك لعيش. روحي دوري على جوزك، الطبطاب منك بعيد عني. انت فاكر انك كده هتسكتنا؟ في عوج وكلمي عدل يا بنت، ما اسالش. ايه عامله لي محاميه؟ امشي يا بنت توهيه.